أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه فعله موالاة للكفار، ولكن هذه الواقعة واقعة عين وخاصة بحاطب رضي الله عنه، وأما من فعل مثل فعله ففعله موالاة للكفار مخرج من الملة، فكيف الرد على مثل ذلك؟ هذا جاهل، هذا جاهل ولا يدري أنه جاهل، يتكلم في حق حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل مع أن الله حكم له بالإيمان وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم وعذره، والله لم يقل ومن فعل ذلك كما بينا هذا، بل قال ومن يفعله منكم، أي يفعله منكم في المستقبل. نعم.